قدم تعزيتي إلى أسرة اللاعب أوراس إيبوسي، إلى أسرته الحقيقية ولكن أسرته الرياضية، اللاعبين تاع شبيبة القبائل الموسيين الفريق. هذه أنا نقول مصيبة كبيرة، نقطة سوداء في تاريخ الرياضة الجزائرية، لأن ما نلحق باش لاعب يتوفى في الميدان بتلقي حجارة من الأنصار تاع الفريق تاعو، هذا شيء تحدينا كل الحدود. ولهذا لابد نحارب هذا الآفة تاع العنف اللي في بعض الأحيان كما نقولوا فرنسي نو زافون باناليزي، كاين امور نقولوا بلي احنا ولينا هذيك الكلمه تاع واش فيها كلي ما كان والو، امور عاديه نستعمل لي فوميجان شي عادي، نرمي بالحجار في الشي عادي، ندخل الى الميدان شي عادي، ولكن هذه الاشياء هي اللي تؤدي باشياء خطيره كما الكارثه تاع الامس. ولهذا كاين حل واحد وهو ماهوش الحلول الظرفيه، لكل ما تكون كارثه ناخذه حلول ظرفيه، الحلول الدائمه وهي تطبيق القانون. القانون واضح، لابد نطبق القانون في كل حادثه، لابد كل واحد يلعب الدور ديالو، لابد المسؤوليه اللي هي محدده من طرف القانون فيما يخص تنظيم المنافسات، فيما يخص المنظمين وهما الرابطه الاتحاديه والفرق لتستقبل، لابد كل واحد يتحمل مسؤوليته حسب القوانين. مانيش نقول نبعث المسؤوليه، القانون يوضح مسؤوليه المنظمين، لابد نحترم هذه المسؤوليه ولابد نكون في مستوى هذه المسؤوليه باش نتفادى. وهذه هما الحلول الدائمه، ماهوش الحلول الفرضيه قال نغلق الملعب ونعطي غرامه ماليه وسنوات من بعد نعاود نولي الكارثه كما صارتنا حادثه في ملعب سعيده عندها واحد 4 سنوات 5 سنوات وما خديناش النتائج، ما خديناش نحب يقول الوسائل اللازمه. الحل الوحيد هو تطبيق القانون بصرامه، لانه هو هذا هو الحل الوحيد لتامين الملاعب الرياضيه. وحنا شفنا باللي بين 2012 كان نقص فيما يخص العنف، ولكن بين 2013 و2014 كاين تكاثر في اعمال العنف في الميادين، وبصفة عامة يصير عنف بعد أسبوع ننسى وما كان حتى إجراءات تتخذ ضد هاد أصحاب الشغب. لابد نمنع الدخول إلى الملاعب حسب القانون، والقانون يتكلم على هذه الأشياء لكل ما يكون كل شخص وراء هذه الأحداث. القانون هذا واحد ما يطبقه، القانون موجود ولكن لابد المنظمين، كي نتكلم على المنظمين الرابطات ولا الاتحاديات، لابد تكون فيه اجراءات حسب القوانين تاع الاتحاديات، اجراءات تقارير، وعند ما يقتضى الامر التقرير نبعثوا للعداله باش تكون اجراءات. ولكن احنا مازلنا في هذيك الفلسفه والفكره ان الاشياء اللي تكون داخل الملعب ماهيش متعلقه بالحاله المدنيه، فلهذا لابد نطبق القانون ونطبق القانون بلا ما نقعد في هذوك لي سونتيمون قال هذاك حقروه وهذيك المنطقه نردوا بالنا. لابد القانون يطبق في اي ملعب كان، ويطبق على كل مناصر ولا على كل مسير ولا على كل مدرب على كل اطار. لابد نامن الملاعب وما نخليش، وعندما نلحق لهذا الحوادث احنا نعرف باللي في بعض الاحيان كاين كلام ماهوش مسؤول من طرف مسؤولين، كاين في هذاك الاسبوع اللي قبل المقابله كاين اشياء اللي هي اللي تخلي ان العنف يصيب مكانه في الملعب. هي القانون واضح، لابد الاتحاديات والرابطات تلعب الدور تاعها، لابد تاخذ كل الاجراءات، القانون واضح. ما انا ما نقدرش نحرض للعنف، احنا بالامس فقط كنا عندما نستعمل هذول في بيجان نقول شيء عادي. احنا شفنا مام في بعض الاحيان في التلفزيون المعلق يقول لك روعه وشوف ذاك المشهد، هذا شيء غير مقبول. عندما ندخل للملعب هذا شيء غير مقبول،
أدمن أن نرمي بالحجار على اللاعبين، هذا شيء غير مقبول. لأن بالأمس الكارثة واش هي؟ رمينا بحجارة الأشياء اللي كنا البارح نقولوا بلي سي نورمال عادي، لابد ولكن في إطار القانون، نطبق القانون ونغير محاربة العنف، وما ناخذش قرارات ظرفية، ناخذ قرارات تتماشى مع القانون باش نقعد في إطار الحملة ضد هذا العنف في الميادين. احنا اولا عندنا تقرير تاع مصالح الولاية، احنا نستناو في تقرير تاع الرابطة الوطنية، ومن بعد نشوفوا تقرير تاع الفريق ونعاود نأكد. احنا المهم ما ناخذوش إجراءات ظرفية، لازم نعمل باش القانون نطبقه بصفة نهائية. اليوم موجود القانون، il faut plus qu'il y ait de complaisance، ويطبق في كل الحالات. وحنا شفنا بلي يمكن كيما قلت لك هادو لي فيميجان كيف يدخل الملعب، يدخل الملعب في بعض الأحيان بمشاركة بعض المسؤولين، بعض الموسيين، بعض اللاعبين. تبدأ هكذا، تبدأ بهاد الأشياء وتنلحقوا الكارثة كيما بالأمس. كل الإجراءات اللازمة لابد تتخذ، خصوصا تطبيق القانون اللي هو اليوم موجود. إلى اقتضى الأمر باش نزيدوا نعملوا قوانين تطبيقية باش نوضحوا، نعملوا قوانين تطبيقية إن شاء الله. الحل الوحيد نعاود نأكدوا أن القانون يطبق. احنا عندنا قانون يتماشى مع الوقت، عندنا قانون عنده سنة يمشي مع اليوم الوقت الحالي، لابد نطبقه. كل البلدان اللي تغلبت على العنف تغلبت على العنف بتطبيق القوانين، بمنع دخول الملاعب لكل إنسان، كل شخص يتسبب في العنف. ولهذا لابد نبدأ في تطبيق القوانين، نبدأها من المنظمين، هما اللي يبدأوا الإجراءات الأولى باش نلحق إلى آخر مرحلة وهي العدالة. ولهذا كل الأشياء اللي تكون في الميدان هي أشياء تشابه كل الأحداث اللي تكون خارج الميدان، وما نفصلش ما بين أشياء الشغب اللي داخل الميدان. نقول مشاكل رياضية ما هيش مشاكل رياضية، هي مشاكل تاع أمن، ولابد كل إجراءات تتخذ من أولا من المنظم نتاع المنافسة باش تكون الإجراءات الباقية. الرياضيين يعني سبق آراء خفيفة للرياضيين صباح اليوم وحتى الجزائريين في الشارع، يقول لك بلي الأجدر تدخل الوزارة لإيقاف البطولة، لإيقاف البطولة ولو مؤقتا إلى غاية يعني تأجيلها ولو مؤقتا إلى غاية إيجاد الحل ماهوش هنا. نقدروا نحبسوا البطوله ماهوش مشكل، نقدروا نلعبوا بطوله بلا 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 مناصرين بلا جمهور ماهوش مشكل، ومن بعد نعاود نولي بنفس النمط بنفس المناصرين بنفس مسؤولين تاع هاد الشغب. الحل ماهوش ما يكمنش في نحبس، نقدر نحبس البطوله قال احتجاجا فقط، ولكن لابد نطبق القانون. نحبس المقابلات وما نطبقش القانون كاين اللي ما عملت والو. ولهذا لابد ناخذ اجراءات ماهيش ظرفيه، اجراءات نهائيه باش ننقص، باش يمكن نقول لك نحوم العنف تماما يمكن من المستحيل، ولكن ننقص بنسبه كبيره وكبيره جدا. ونعاود ناكد نمنع تماما الدخول للملعب لبعض المناصرين اللي هما ما نقولش مناصرين ماهوش مناصرين، بعض أشخاص يقوموا كل أسبوع وهذا شيء معروف بأعمال شغب، ويستغلوا هذه المنافسات باش يقوموا بهذه الأعمال الشغب.